تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. سيف زاهر بيقول عده مفاجآت من ضمنها صفقات النادي الاهلي، 4 صفقات للنادي الاهلي تم ابرامها، وفي كلام على حارس مرمى جديد للنادي الاهلي، وفي كمان كلام على اجتماع كابتن الخطيب وما دار في الاجتماع الاول والغاء التمرين بسبب هتافات بعض من جماهير النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي اللي هاجموا اللعيبه في التمرين. في ناس بتشكك وبتقول ما حصلش، وفي ناس بتقول حصل، بس احنا هنجيب لكم الكلام من الاخر وهنقول لكم موقفنا ايه من النادي الاهلي ومن لاعبي النادي الاهلي ومن اداره النادي الاهلي، وان احنا مساندين للنادي الاهلي، ولكن في بعض غضب مازال مستمر ومتواجد لدى جماهير النادي الاهلي ولدى اجمل الصفحات اللي جماهير النادي الاهلي بتتهمها ان هم مش اهلاويه، ان هم مندسين، الكلام اللي حضراتكم عارفينه والكلام اللي انتوا مش بتشوفوه في بعض الاحيان في الكومنتات سواء للصفحات او للقنوات الخاصه بالنادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف سيف زاهر قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان الكلام اللي هنقوله كلام مهم جدا جدا جدا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتك قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه المشتركين بالفعل في القناه، اتاكد بس ان انت مفعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. كابتن محمود الخطيب النهارده عمل اجتماع مع فرقته، قال ايه؟ كابتن محمود النهارده لأول مرة في تاريخه، بيبو النهارده لأول مرة في تاريخه يقلع وش الهدوء، خلاص خلاص، قال لهم أنا أصل في الآخر كابتن محمود رئيس النادي، أسطورة، نجم من نجوم الأهلي، هو مشجع، هو منتمي للنادي الأهلي. قال لهم خلص الكلام، خلاص ما عادش فيه كلام تاني، اللي مش عارف قيمة الأهلي يمشي، واللي مش قادر يلعب يمشي، اللي مش عارف قيمة الأهلي يمشي، واللي مش قادر يلعب يمشي، واللي مش مقدر جمهور الأهلي ده مش عايزينه. كده الكلام على كده على طول، واللي مش مقدر قيمة جمهور الأهلي ده مش عايزينه. والحساب هيكون عسير. وقف مستحقات. وفرنا لكم كل حاجة. ومفيش نتيجة، والأهلي ما يطلعش من الموسم بلا بطولات. ده مش الأهلي. وانا صبرت معاكم كتير، ولكن خلاص نقطة ومن اول السطر. لأول مرة جلسة الكابتن محمود خطيب ما تتصورش. لأول مرة كابتن محمود خطيب وهو داخل الملعب ما بيضحكش، ما بيسلمش على حد، ما حالة حزن شديدة جدا جدا جدا. اللعيبة هي اللي هتقرر هي تقدر تكمل في الأهلي ولا لأ. اللعيبة هي اللي هتقرر هي تصلح ولا لأ. أنا بناشد كل لعيب، لو أنت مش قادر تلعب ريح. لو أنت مش قادر تلعب ريح. وبناشد سوارش، ادفع بالناشئين، ادفع، مش طلع كل الفريق. اللاعب المجتهد ريحه وادي فرصه للعيبه جديده، ما تلعبش بالاسامي، العب بالاكفأ. اللاعب المجهد قعده، مش نهايه العالم على فكره، هي مش نهايه العالم، ولكن لازم تكون في قرارات قويه، لازم تكون في قرارات قويه. طبعا بعض الناس بتتكلم على حاجات كتير، ولكن احنا بنعتبرها زي نرفزه ملعب، الجمهور لازم نتقبله والناس لازم نتقبلها في الزعل، ولكن في حاجات ما هي ثوابت. ناس تقول لك حسام غالي ما يصلحش ان هو يدير، ما حسام غالي كان يعني واحد بيعد في النادي الاهلي، يبقى كادر كبير جدا جدا. مباراه تودينا ومباراه جبنا ومباراه تودينا هناك ومباراه جبنا، ما هي الكوادر دي بتيجي من اوقات كتيره، من تاريخ كبير جدا، من تاريخ كبير. الناس زي الناس دي اللي زي ما احتفلتوا معاها مع بطولات كتيره جدا جدا جدا، ادي لهم بس يعني ازعلوا من الفريق وانتقدوا زي ما انتم عايزين، بس ادي فرصه للناس تاخد قرارات وتصلح عشان الامور تتبني. دايما انا ما بحبش نظريه الهد، خصوصا لو حد عنده سي في، مش اداره جديده، دي اداره عامله تاريخ وبطولات كبير جدا جدا. الاهلي عمل 4 صفقات حتى الان، منهم صفقتين أفارقة، صفقتين أفارقة، وفي جلسة بعد بكرة مع شركة الكورة مع سوارش إن هو يعرض عليه اللعيبة أو يعرضوا عليه اللعيبة.
المفاجأة إن في بعض اللعيبة الكبار داخل النادي الأهلي، سواريز بيتكلم مع إدارة الأهلي إن هما ممكن ما يكونوش موجودين معاه السنة الجاية، ودي علامة استفهام ومفاجأة. وإدارة الأهلي أو الناس أو لجنة الكورة أو لجنة التخطيط بتتكلم مع سواريز إن اللعيبة دي مجهدة، اللعيبة دي بتلعب منتخب مصر ولعيبة كبيرة، فهو بيقول إن أنا هستنى لنهاية الموسم أشوف اللعيبة دي قادرة ترجع، قادرة تلعب ولا لأ. يعني في لعيبة كبار داخل النادي الأهلي أسامي كبيرة دلوقتي تحت الاختبار، تحت الاختبار. ملف المعارين برضه هيتعرض على لاسارتي وتحديد احتياجاته منهم. سواريز في حراسة المرمى، في حراسة المرمى هناك تغيير في الأيام القادمة في هذه المسألة داخل النادي الأهلي، وكان في وجهات نظر كتيرة سمعناها في الإعلام، وكابتن أحمد شوبير نفسه طلع صرح وقال إن لو في حارس تاني جه مع الشناوي هيطلع علي لطفي بيع نهائي وهيطلع مصطفى شوبير إعارة، أو يعني قال واحد إعارة وواحد بيع نهائي، يعني الاثنين مش هيكونوا موجودين. واضح إن هما الاثنين أخذوا القرار، ولكن الأهلي أخذ القرار ولا لأ؟ ده اللي هيبان. المعلومات اللي عندي إن الأهلي يعني في كلام رايح جاي في هذه المسألة، في كلام رايح جاي في هذه المسألة. كان في كلام إن محمد الشناوي مصاب مش هياخد المباراة القادمة، يعني كان في اتصالات النهاردة مع مسؤول النادي الأهلي قبل الهوا، أكدوا النهاردة إن كان في تمرينات خفيفة ولكن هو جاهز وهو هيكون حارس مرمى النادي الأهلي في المباراة القادمة. فاصل ونعود بعد الفاصل. في اجتماع النادي الأهلي أو في اجتماع كابتن خطيب مع لاعبي النادي الأهلي في أرض الملعب، ابتدى زعلان ومتضايق وحالة حزن شديد عليه، مش عشان خسرنا الكاس، لا، عشان هو بعنيه شايف ان في لعيبه كتيره مقصره وفي لعيبه يعني مش قادره يعني تحقق طموح جماهير النادي الاهلي، تحترم تيشيرت النادي الاهلي الى اخره. فكابتن خطيب قال اللي مش قادر يقول، اللي تعبان يقول، اللي مش قادر يحقق بطولات او انجازات او قد تيشيرت النادي الاهلي يقول، وقرر فيه وقف المستحقات وتوقيع غرامات على اللعيبه، وده شيء كل جماهير النادي الاهلي بتطالب بيه، وده شيء بديهي وطبيعي. هنيجي نتكلم على لما ادمن صفحه من صفحات الاهلي بيكتب حاجه مثلا على موسيماني، موسيماني حلو ولازم يرجع، ابص الاقي في التعليقات انت مش عارف، انت ما بتفهمش، انت انت انت. ادمن تاني يكتب موسيماني دمر النادي الاهلي وموسيماني كان لازم يمشي وهو السبب، الاقي في كومنتات برضو الكلام ده مش عندي انا، اتكلم على بشكل عام التشكيك والخناقه اللي حصلانه ما بين جماهير النادي الاهلي وبعضها. انت ادمن ما بتفهمش، ده موسيماني مش عارف ايه وحقق بطولات وعمل من الفسيخ شربات، الخ الخ الخ. واحد يساند الكابتن خطيب، لا انت انت قابض، انت مش عارف ايه. واحد تاني هاجم الكابتن خطيب، لا 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 انت محرض، انت بتهدم، انت زملكاوي. جماهير النادي الاهلي منشقه ما بين مؤيد لموسيماني ومعارض لموسيماني، مؤيد لكابتن خطيب ومعارض لكابتن خطيب. النهاية انه كله عايز مصلحة النادي الاهلي، سواء اللي بيأيد الكابتن خطيب او اللي معارض على كابتن خطيب وعلى سياساته، في الاثنين بيحبوا النادي الاهلي. ما ينفعش انا اقول على دو زملكاوي او اشكك فيه او ده زملكاوي اشكك فيه، بالعكس لازم كلنا نبقى ملتفين حول النادي الاهلي، ولكن ولكن ملتفين بس ما نطبطبش على لعيب النادي الاهلي، ما نطبطبش عليهم، هم ولادنا واخواتنا، نقرص ودنهم ونقومهم، ما نطبطبش وبرافو عليك وانت عندك ماتش يوم الاحد شد حيلك، لا 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 لا، احنا هنقول له انت غلطت في واحد واثنين وثلاثه واربعه، قادر تكمل وتحقق وتشوف كمل، مش قادر قول انا تعبان وريح ويطلع واحد بدالك لغايه ما انت ترتاح وترجع لوضعك الطبيعي، بس ده اللي احنا عايزينه. كلنا هدفنا النادي الاهلي يبقى متالق وفي العلالي، كلنا عايزين مصلحة النادي الاهلي، محدش بيقول يا رب تعسني. فجماهير النادي الاهلي اهدوا، ومش اي حد بيقول رأي مخالف عن رأيك يبقى تشكك فيه يبقى هو زملكاوي. حتى لو انت رأي مخالف قلت رأي مخالف عن رأيي انا ما شككش فيك واقول ان انت ما بتفهمش او انت زملكاوي. ده خلينا مقررين في النقطة دي. اما بخصوص صفقات النادي الاهلي، في اربع صفقات، لا ده هم ستة مش اربعة يا كابتن نسيف، لان في ست صفقات تمت بالفعل، وفي صفقة يعني هتبقى في حارس مرمى
بيتكلموا على محمد صبحي، بيتكلموا على جاد، بيتكلموا على كذا حارس، لا في حارس مرمى انه هيتم التعاقد معاه، بس انا مش مع ان مصطفى شوبير يمشي. مش مع كده، ممكن يطلع اعاره سنه ويرجع تاني، انا موافق على كده، لكن انه يمشي خالص لا. انما علي لطفي انا شايف ان هو كان كويس وكان ممكن ياخد ويستمر، ولكن الشناوي رجع تاني، والشناوي زي ما يكون حاجز المركز بتاعه ومفيش حد بيهدده، وده شيء غلط. جوزيه لما لقي الحضري بيستعبط وبيستهبل وبيدلع سحب منه الشاره وجاب له نادر السيد. ما شفناش نادر السيد بيلعب مباراه، ليه؟ لان الحضري اشتغل على نفسه، والحضري اثبت ان هو كفاءه وان هو جدير ان هو يستمر في النادي الاهلي، ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين حد يحدد عرشك ومركزك علشان يبقى عندك نحرار، عندك قوه. النادي الاهلي محتاج لعيبه كتير، محتاج باك رايت وباك ليفت، النادي الاهلي محتاج مساكين، النادي الاهلي محتاج فراوده محتاج صانع العاب، دي لا محاله، لا محاله، محتاج صانع العاب، ومحتاج اتنين فراوده، اتنين رؤوس حربه يخلصوا من ربع فرصه، من ثمن فرصه، من واحد على مليون من فرصه، ده اللي انا عايزه. وزي والجماهير كلها عايزاه. في لعيبه في النادي الاهلي لازم تمشي، لازم تمشي، وفي لعيبه لازم تستريح بدنيا ونفسيا وعقليا وجسمانيا وذهنيا وكله. في لعيبه انا مش هقول لكم هم مين، بس هم معروفين لازم يمشوا ايا كان هم مين، وفي لعيبه مجهده لازم ترتاح، وفي لعيبه لازم تجيب لها بديل، لازم تطعم بالناشئين وتجيب صفقات، لان اللعيبه دي استهلكت. ف يعني في ناس بتقول كتر خيرها، وفي ناس بتقول انت عندك 30 لاعب اعمل روتيشن، اعمل روتيشن، طلع لي ده وده 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 ده، ريح ده ولعب ده، مش عيب. السقوط مش نهايه العالم، ولكن المصيبه ان انا افضل واقع ما نفضش هدومي واكمل طريقي. لما جماهير النادي الاهلي او صفحات النادي الاهلي بتشاور لك على الغلط، مش معنى كده انها مدسوسه او محرضه او بتاع، لا. زي ما حضرتك بتبص في مرايه، لو شفت بصيت في مرايه لقيت مثلا شعرك ابيض مثلا، هتقول ايه ده؟ لا ده انا شعري اسود، ده المرايه دي غلطانه. لو لقيت مثلا اي عيب فيك، لو لقيت انك مجهد او وشك اصفر، تقول لا 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 انا زي الفل، ده المرايه هي اللي غلطانه. مستحيل. لما بتشوف غلط بعينك لازم تطلع الغلط ده، مش عشان ان انت بتهدم، لا، عشان انت عايز تصلح الغلط ده. ممكن الطريقه والحده يبينوا للاخرين ان انت منفعل او، لكن في النهايه انت بتنتقد عشان عايز مصلحه النادي الاهلي. فرق ما بين اعلام زملكاوي ابيض وبين اهلاويه محروقين على فريقها. ده اللي انا عايز اقوله لاخواتي الاهلاويه. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي. سلام عليكم.